النهارده معانا فنانه معجونه بالفن، اتربت وعاشت في اسره فنيه جدا، اتعلمت من والدها المخرج المسرحي الكبير سلامه حسن، اتعلمت منه حب المسرح والفن بشكل عام، عشان كده كانت البدايه بتاعتها من على خشبه المسرح سنه 1985. بعد كده دخلت بقى الدراما والسينما إلى آخره، دخلتهم من أوسع أبوابها مع سيدة الشاشة العربية النجمة فاتن حمامة في مسلسل ضمير أبلة حكمة. بعدها بدأت مشوارها الفني اللي أمتعتنا فيه بكتير جدا من الأعمال الفنية اللي كانت بتقدم فيها دايما نموذج الست والبنت المصرية بكل صفاتها وملامحها الشرقية. مش بس كده، دي كانت الأميرة نزلي في مسلسل آسم أمين أميرة، لكن مين هيقدر ينسى نوفا في مسلسل لن أعيش في جلباب أبي مع النجم نور الشريف والفنانة الكبيرة عبلة كامل، اللي لحد النهاردة لسه بيطلع ترند على السوشيال ميديا. يعني بالنسبة لهذه الفنانة الجميلة اللي بنستضيفها النهاردة، بالرغم من غيابها بعد كل عمل ناجح، تقعد بعديه فترة طويلة جدا ما نشوفهاش، بعيدة عن الساحة الفنية وعن دراما رمضان بالتحديد، لكنها السنة دي رجعت بشكل وحضور قوي جدا في مسلسل صيد العقارب، وبشخصية جديدة ومختلفة، رجعت مع النجمة غادة عبد الرازق. خلونا نرحب بالفنانة الجميلة منال سلامة اللي منورانا النهاردة، هنعرف منها كلام كتير عن شغلها وغيابها بعد كل نجاح وبيتها واسرتها. اهلا بيكي يا منال ومنورانا. الاستوديو منور بحضرتك وبجاسمين. ربنا يخليك. وانا اللي سعيده بوجودي مع حضراتكم. احنا مبسوطين جدا بوجودك معانا. انت معانا مقله جدا على فكره في احاديثك والانترفيوز اللي بتتعمل. يعني مش بحب اطلع اي انترفيو اذا كان عندي حاجه. بس انا في تصليح عايزه اقولها بس للاعداد. انا 85 كنت في اعدادي. احنا بنحاول نصغرك شويه. انا بدايتي كانت سنه 90 تحديدا في ضمير أبلة حكمة. في ضمير دي كان اول عمل ليكي؟ لا، كان في شارع المواردي. مسلسل اخراج الاستاذ اسماعيل عبد الحافظ رحمه الله عليه. ده كان اول عمل ليا، شارع المواردي. كانت سنه 90. بعد كده عملت عمل في صوت القاهره برضو، ثم ضمير أبلة حكمة. لكن الضمير أبلة حكمة في العرض كان هو اول عمل تم عرضه، عشان كده جت اللبس ده جه من هذه الجزئيه. طب قولي لنا بقى، ليه كل ما بتعملي عمل بتفضلي فتره كده تغيبي شويه وبعدين ترجعي مره تانية تنوري الساحه الفنيه بعمل اخر؟ بصي، يعني بحس ان في جابات ما بينهم. في جابات كتير. بصي، في سنين كنت بعمل 3 اعمال في السنه واربعه، وبعدين اقعد 3 4 سنين. في اسباب، منها عشان الولاد. ولادي في سن ما، اما بحس ان الولاد لا محتاجيني. كنت بتبديهم على الشغل طبعا والفن. بصي، ولادي نمره واحد. صح. ولادي وبيتي نمره واحد. وده انا قررته الحقيقه لما شفت نجمات من الجيل القديم كانوا ملء السمع والبصر، وفجأة في نهاية حياتهم بقوا لوحدهم، وهم نصحوني بده. لا، البيت والأسرة. فاستفدت من تجاربهم الحقيقة. كمان ولادي تباعا، ابني درس في كندا، بنتي بعدها درست في أمريكا. فساعات ابني مرة كنت بصور جبل الحلال، ووقع في كندا رجله اتكسرت، وكان لوحده ومفيش حد معاه. المساله دي اثرت فيا جدا جدا. ان انت ما كنتيش قادره تكوني معاه في اللحظه دي. لا طبعا، وبرده اتفقت مع المخرج المنافس، قلت له لازم تسيبني اسبوعين على الاقل اسافر لابني. فكنت بفضل يعني لو لقيت في عمل ممكن هيطول وما اقدرش ابقى ستاند باي في اي لحظه ان ولادي يحتاجوني اروح لهم. فده كنت بتعتذري؟ كنت بعتذر عن شغل الحقيقه. وانا كمان التمثيل بالنسبه لي ان ما استمتعتش ما بتبقيش عايزه تعملي، مش هقدر. يعني ببقى دمي تقيل بقى. يعني لو رحت الشغل علشان لازم اشتغل وخلاص والدور مش عاجبني، ببقى مش كويسه نفسيا. انا لاحظت نفسي في بدايه حياتنا بنضطر نقبل حاجات عشان الانتشار، عشان تبقي متواجده على الساحه، عشان تكوني نفسك بالظبط، عشان تبقي موجوده. لكن
في مرحلة ما ما بيحصل استقرار شوية تبتدي تختاري بقى. لا مش هقدر. منال، ايه اللي خلاكي تبقي عفاف وشجعك انك انت تشتغلي في صيد العقارب ده؟ اولا الشغل في رمضان وحشني، بقالي سنين ما اشتغلتش في رمضان. ده نمرة واحد. نمرة اتنين، المخرج احمد حسن، انا اشتغلت معاه دور رجعت بيه بعد 5 سنين. الحقيقة كان دور حلو جدا ومسلسل حلو جدا، مسلسل الاصلي عرض قبل رمضان اللي فات. وعمل راو كبير جدا، واللوكيشن بتاعه كمخرج الحقيقة تحس انك داخل البيت. بيعمل حميمية كده في اللوكيشن بتخليك تبقي مبسوطة وانت فيه. رغم عدد الساعات الكبير اللي احنا بنشتغل فوق ال 18 ساعة في اليوم فلما قال لي طبعا. ثم غادة عبد الرازق برضو بقالها كتير ما نزلتش على التلفزيون المصري، وانا بحب غادة كممثلة الحقيقة، وبهر ديودار كسيناريست مكسر الدنيا بقاله 3-4 سيزون، وشركة الإنتاج شركة أول مرة أتعامل معاها، عدة عوامل كتير، كل العناصر دي شجعتك شجعتني أعمل صيد العقارب، رغم إن أنا الدور اتبعت لي في تريتمنت يعني في 4 ورقات ما كانش لسه اتكتب. فأنا العوامل دي شجعتني إني أدخل من باب إنه أكيد مش هيبعتوا لي دور وحش. وابتدينا بقى تبعني الحلقات تيجي حلقة ورا الأخرى. طبعا أثناء الشغل لقيت دوري مش معقد. كبير بس حجما معقد. لكن تأثيره كبير في الدراما. فده اللي خلاني أقبل الدور. المشهد ده طبعا يا منال لما جالك خبر وفاة درغام جوزك علي درغام وتأثرك والجانب النفسي استعدتي له ازاي؟ هل قريتي في علم النفس؟ طبعا. الواحد بيحصل له ايه؟ او استرجعتي يعني بعد الف شهر ممكن يكون موقف انت مريتي بيه واحساس الفقدان والحزن والالم بتاعه ده وحاله النكران برضو اللي هي طبعا هي بتنكر تماما يعني مش عايزه تتقبل الفكره اطلاقا، وقعدت كده فتره. انا دوري زي ما قلت لك مش كبير كمساحه، لكن كل مشهد مؤثر. فكان لازم ادرس المراحل دي. هو في علم النفس دايما لما يجي حاجه صعبه بيحصل 6-7 ستيج كده، حاجه مختلفه، مراحل مختلفه. سبع مراحل مثلا. فاول حاجه عدم التقبل، الرفض. الرفض، عدم التقبل. ثم الادراك، تدركي اللي حصل. ثم الانهيار بقى، يعني هما 7 بس انا عملتهم في 4 لان المشاهد ما كانتش كبيره قوي فلازم ادخلهم بسرعه. النقلات تبقى سريعه. هي شايفه وجالها الخبر حتى في رياكشن في الفرح، الخبر جه في الفرح ففي رياكشن اللي هو ايه ده؟ كله انهار، لكن لا ده مش حقيقي. ثم خدوها على البيت، حصل المشهد ده، ولادها منهارين، ثم البيت فيه حزن، وكمان العيله رفضت يلبسوا اسود بامر من حسن درغام الكبير الفنان احمد ماهر، ان مفيش اسود، مش مفيش عزا لحد ما ناخد بطاره. فانت البيت فيه حاله من الحزن، وبيحضروا وبيتناقشوا في القضيه دي وهي قاعده، بس هي وايه اللي بيحصل؟ فكنت عماله تنادي على علي طول الوقت لحد ما في مشهد انا وغاده بتبتدي في لحظه تفوق، بتهديها، بقول لها انا سامعاكوا بس انا مش، لا ده مش حقيقي، هو علي مات فعلا. فبتبتدي تنده على علي ورافضه القصه دي. فالحقيقه الدور ده نفسيا لا، كنت بجد بروح كل يوم مكتئبه لانه كله كآبه، كله عياط، كله حزن. وبعيط لوحدي، ابقى بصلي كده وتلاقيني عيطت وانا مش فاهمه ليه. ابقى قاعده بقرا قران، خصوصا كنا بنصار في رمضان كمان، الاقيني منهاره. هو في ايه؟ وابتدي اكتر ذكريات بايخه جدا في حياتي. افتكر موت ابويا، افتكر ولادي هم بعاد عني، افتكر كذا، افتكر ابني لما حبيبي بعد الشهر دخل عمل عمليه وانا مش فاهمه ده ليه. ارهقك نفسيا، ارهقني جدا لحد ما خلص المسلسل واتعرض وابتديت ادرك بقى. عارفه ده كان السبب، ده كان السبب. بس انت اضطريتي تقري شويه اكتر في علم النفس عشان تعملي عفاف، مع ان عندك في البيت كمان، انا عايز اسالك يعني عندك في البيت مخرج عظيم.
انا شايفه ده رايي الشخصي يعني انه ما خدش حقه كفايه في الحياه، ما خدش حقه يعني قد ما هو مخرج متميز وقدم حاجات جميله جدا ما خدش حقه كبير مخرجي ما اعرفش ايه. فهل بتلجئي له يعني زي ما لجأتي للكتب علشان تقدمي عفاف بالشكل اللي زي ما بيتخيله الكاتب، هل بتلجئي احيانا لعادل اجيب يساعدك، ولا انت في الحته دي لا كل واحد ليه شغله ويشوف الطريق بتاعه فين؟ عايزه بس أأكد على كلام حضرتك انه عادل ما خدش حقه، دي حقيقه. انا بحس انه لازم هو اكبر مما عمله لحد دلوقتي. دي حقيقه، لان عادل بني ادم قوي، انسان قوي، بيشتغل ويروح. عادل ورك هوليك، مدمن شغل. يعني عادل بيصحى 4 صباحا، لازم يقعد يقرا 4-5 ساعات، يقعد يكتب يشتغل يوميا بيعمل ده، وعنده مشاريع ضخمه وكبيره وما اعرفش ليه مش بتوصل انها يتم انتاجها يعني. لكن هو موهوب، موهبه جباره. عادل اتعمل عليه دراسه، هو اتفاجئ اتعمل عليه دراسه في جامعه واشنطن. حد بعتها له قال له ده انت معمول عليك دراسه وعلى الويب سايت وبتاع، كشخص غير في صناعه السينما وكمخرج. ده فيما يخص عن عادل، لان انا بقدره وبقدر موهبته جدا. فيما يخص الشغل، لا احنا كل واحد في شغله. يعني مش بتلجئي له مثلا لما سيناريو بيتعرض عليكي او دور وتقولي له رايك، طب اقرا، طب احساسك بيه، طب جربت اعمل ده في بدايه جوازنا او في بدايه علاقتنا، اقول له مثلا جاب لي جاي لي دور مواصفاته كذا مع المخرج الفلاني، يقول لي قاري وشوفي، طب انا كذا قاري وشو، لقيته ردوده يعني هو اللي مش عايز، شوفي انت عايز تعملي ايه، هو اللي مش عايز، ما اعرفش هو مش عايز مطلق الحريه والقرار تاخدي قرار. لا هو هو رايه ايه، يقول لي ما انا لو قريت هبص للموضوع بمخي كمخرج، من وجهه نظري كمخرج، فممكن اذيكي، ممكن ابقى شايف الشخصيه بطريقه معينه. فخلاص اتاسست الحكايه انه كبيره يعرف ان انا جاي لي مخرج مع جاي لي عمل مع مدام انعام محمد علي فقط، انا عندي مسلسل مع استاذ اسماعيل عبد الحافظ فقط، غير كده راح التصوير جاي من التصوير. فعمرنا ما بنتناقش. طب هل في مثلا ادوار بعد ما عملتيها قال لك بس الدور ده او الشخصيه دي لو هتتفاجئي انه ما بيتفرجش؟ لا مش معقول. زي اغلب الازواج على فكره. ما بيتفرجش. يعني ممكن بالعافيه لو العمل بتراوي له تعالى بس شوف المشهد ده، فيشوف يقول لي حلو برافو عليكي بتاع كده. كان بيتفرج عليها المسرح، لان المسرح بقى مضطر يجي يحضر الافتتاح ويبقى سبورت وحاجات كده. وحتى في المسرح هو بيحبني جدا على المسرح كمان. في ادوار معينه انا من الاول اقول له لا ما تجيش تشوفها، لانه بيبص لها من عين الزوج. رغم ان الدور ما فيهوش حاجه، يعني كنت بعمل مسرحيه بيغير عليكي بالظبط. كنت بعمل مسرحيه الاميره والصعلوك مع النجم الكبير الراحل نور الشريف، كان اخراجه وتمثيله، كان في لحظات رومانسيه. فانا فاتضايق، يعني جيت اتفرج على المسرحيه واتضايق، فقال لي ما تخلينيش اتفرج تاني على مسرح وبتاع. قلت له ادي صوره، الصوره دي بقى فيها شويه رومانسيه اهو، شايفه باصص لك ازاي؟ ده بيهزر دايما، الصوره كلها كده يا عادل طول. اقول له يا حبيبي ارجوك عايزه صوره عاديه بالعافيه، نطلع صوره عاديه يا حبيبي. ده كنا خارجين مع بعض، قلت له تعالى نتصور صوره ما قبل الايفنت. يعني هو ما بيحبش يتصور قوي، فعشان كده دايما بيلعب في الصور يعني. منال ما تحكي لنا ابتدت قصه حبك مع عادل اجيب ازاي؟ احنا نفسنا نعرف. عرفت ازاي؟ انا حكيتها كتير الحقيقه الحكايه احنا دي احنا ما عرفناهاش. انا وعادل كنا في اكاديميه الفنون، هو معهد سينما وانا معهد فنون مسرحيه. ودايما بيحصل ان طلبه معهد السينما بيلجأوا لطلبه فنون مسرحيه في مشاريعهم، في مشاريعهم، في تدريباتهم ومشاريعهم. فانا اتعرفت على عادل في تدريب كان من اخراج المخرج ايهاب راضي. وكان عادل بيمثل في الفيلم ده، هو اللي بيمثل، هو بيمثل بيمثل قصادي. فلقيته شخص خجول بشكل فظيع. يعني كان في مشهد انا ماسكين ايدين بعض، المفروض ان احنا ملايكه وحاجات كده، فماسكين ايدين بعض، فهو يا حبيبي انا ماسكه ايده، مكسوف يمسك ايدي، مكسوف يمسك ايدي وبترعش. انا في الحياه خجوله، انما في الشغل انا قدام الكاميرا انا الشخصيه بفصل.
فابتديت اهزر عليه، بقول له يا سلام اعتبرني اختك يا سيدي، ما حصلش حاجه وكده. وابتدينا كان في مجموعه مكونه من الفنان خالد الصاوي، الفنانه نشوى مصطفى، الفنان علاء مرسي، الفنان عمرو عبد الجليل. الله، مجموعه جميله قوي جدا. كنا مين في سنه اولى، مين في سنه رابعه، مين في سنه ثالثه، وعادل عمل المجموعه دي، وابتدينا نعمل مشاريع صغيره. فبقينا زملاء ثم اصحاب ثم اصدقاء. تطورت العلاقه، تطورت العلاقه لحد، وكنت انا وهو بنحب نقعد مع بعض دونا عن الفريق يعني. انا عندي محاضره فاضيه اروح معهد السينما ادور عليه، والعكس صحيح، ونقعد. كان في تقارب ذهني بالظبط، وفي قيم مشتركه ما بيننا. وكنا نروح معرض الكتاب كمجموعه سوا، نروح سينما ونقعد نتناقش في الافلام. حصلت الكليك دي بقى. والله الكليك حصل من غير ادراك، من غير انا ما ادرك. انا الفكره ان انا بحب اقعد معاه، والمجموعه دي بتيجي بيتي يتغدوا معايا، بابا يقعد يشرح لنا فن الدراما، تاريخ فن الدراما، عندنا امتحانات يذاكر لنا. ثم لقيته في يوم قال لي عايزك في موضوع، قلت له خير يا عادل؟ فقعدنا في البرجوله بتاعت المعهد، قال لي، كان هو في سنه رابعه، قال لي هو انا لما اتخرج وادخل الجيش واخلص واعمل اول فيلم تقبلي تتجوزيني؟ ده يعني اتقدم رسمي. انا شفت 10 سنين بيضيعوا قدام عيني. فانا قلت له اوكي ماشي، في حاجه تانية؟ فاستغرب جدا. قال لي لا، حاجه تانية ايه؟ بجد 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 لا، فاجئها. لا قال لي بحبك، ولا قال لي كذا، واحنا اصحاب زمايل اصدقاء لمده سنه ونص مثلا. فجأة بيعرض عليا جواز بالطريقة دي، وأنا فجأة من غير تفكير قلت له أوكي ماشي. إيه ده بجد؟ وأقسم بالله والله العظيم ولا خدتي مثلا رأي والدك ولا الأسرة ولا البيت ولا أي حاجة؟ ولا حاجة. عايزة أقول لك في خلال مثلا الست شهور اللي قبل القعدة دي، كل زمايلنا أو معظم زمايلنا من معهدين يجي يسألوني في بينك وبين عادل حاجة، أقول لهم لا، إحنا أصدقاء. هم شايفين اللي أنتِ مش حاساه، هم شايفين اللي انا مش مدركاه. انا مش مدركه اني بحبه، بس واضح انه كان باين عليا. وبعدين لقيته بيقول لي طيب اللي انا بقوله لك ده سنين، مفيش داعي نقول لحد عشان بس المساله هتطول وشكلك. حاضر. سبته والله العظيم زي ما بقول لك كده. كنا قاعدين في برجوله معهد باليه، مشيت مثلا حوالي 100 متر قابلني عمرو عبد الجليل. قال لي منال، انت بينك وبين عادل اديب حاجه؟ قلت له اه، بنحب بعض وهنتجوز. روحت البيت السنين على طول اللي جايه. روحت البيت ناديت ماما، قلت لها ماما انت عارفه انا انا صريح جدا مع اهلي ومديني حريه مسؤوله. فقلت لها في زميليه كذا كذا، قالت لي اقول لك مين وتقولي صح ولا غلط؟ قلت لها مين؟ قالت لي عادل اديب. اتاري ماما كمان حاسه عندها الاحساس، كانت شايفه طبعا، لانه يعني بيجي البيت بتشوفني وانا بهتم بيه اكتر من زملائي. بس انا بهتم بيه اكتر من زملائي لانه بيتكسف. انا 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 ده تفسيري للحكايه. هو بيتكسف، فانا اقول له عادل خد دي، كل دي كذا. هم ترجموا ده حب واهتمام زائد. وطبعا عايزه اقول لك ان انا مع اول فيلم هستيريا كان علي ابني عمره سنتين. فلانه الحكايه خلاص يعني اتخطبنا وجهزنا واتجوزنا، كنت انا اتخرجت وهو خلص الجيش وعمل اول فيلم واتجوزنا. اول فيلم كان ليه ايه؟ هستيريا. هستيريا. مع احمد زكي. تحفه. الفيلم ده خد 25 جايزه. شفتي يعني قبل ما ياخد اي جوائز، ولا اعرف انه خد جوائز. انا كنت يعني انا اكتشفت عادل اديب المخرج في هذا الفيلم. كان يعني مختلف عن كل الناس، وجديد، ورؤيه يعني تحفه. هستيريا رجع السينما تاني للافلام اللي ليها قيمه. كان في حته في مترو كمان في تصوير. ايوه تصوري يعني انا فاكره مظبوط حته التصوير في محطه مترو. الى كان هو والفنانه الكبيره عامله كامل. كان عشان كده بقول دايما ما خدش حقه كفايه عادل اديب. بس انت بقى يعني انت اسره فنيه، وعادل اديب اسره فنيه. انت والدك مخرج مسرحي كبير، وهو والده سيناريست كبير جدا. وبعدين فجاه لقينا اخوكي كمان. هل انت كنت سبب في دخول شريف؟ لا لا خالص. شريف كان عايز يدخل معهد السينما قسم تصوير، كان بيحب التصوير جدا. لان شريف خجول بشكل برضو. انا النهارده مندهشه من تواجد شريف امام الشاشه، وانه
ما شاء الله عليه متفتح كده، والخجل التمثيل كسر له الخجل، شريف مهذب للغايه. يعني الحمد لله، يعني كل زملائه بيشهدوا بادبه واخلاقه. فمعهد سينما مجموعه ما جابش التصوير. الحقيقه فوجئت ان عادل اللي قال له يا حبيبي انت شكلك حلو وامور وادخل قسم تمثيل. قال له لا انا عايز التصوير. قال له يا سيدي ادخل تمثيل وفي المعهد، ومن المعهد والاكاديميه ممكن تتدرب تصوير و و و. وفعلا سحب الدوسيه ودخل تمثيل. وطول المعهد يعني اول سنه سنتين ملتزم بيعمل شغله ولا بلا بلاهات، والاساتذه اكتشفوا انه عنده موهبه كبيره. بس هو عشان مكسوف، عشان كده شريف اتاخر انه يبتدي. يعني دفعاته ابتدت قبله بكتير. لحد ما استاذ محمود عبد العزيز شافه في اسكندريه في البحر كده في الميه، كنا احنا موجودين فشافه في الميه، هو ما يعرفش انه اخويا، او هو شافه في البحر فقال له ولا تعالى انت شكلك حلو تمثل. قال له ما انا بمثل. قال له ازاي؟ قال له انا طالب في معهد المسرحيه. قال له في القاهره تليفوني اهو، تنزل تكلمني تجيلي. وحصل فعلا. وحصل فعلا فعلا في مسلسل محمود المصري. وكان عامل شخصيه فيلن كمان. شريره. واد حلنجي يعني متسلق وحاجات كده. فعمل الدور، ومن هنا شريف حب التمثيل بجد بقى. وابتدى الشغل يجيله، وجاله حرب جواسيس وابتدت الحكايه. شريف برضو على فكره من الفنانين اللي تعطلوا شويه بسبب انه مؤدب وخجول، بس اخذ فرصه حلوه جدا الحقيقه مؤخرا، وكل الادوار اللي بيقوم بيها والدراما المختلفه اللي هو يعني جسد الشخصيات المختلفه فيها رائعه، يعني كل مره بيتفوق على نفسه. الحمد لله انا شهادتي فيه مجروحه، لان شريف بيشتغل مع الاسف بين قوسين كبار بمنهج احمد زكي اللي هو بيعيش بجد. يعني شريف لما كان عامل دور ارهابي، مش عايزه اقول لك النكد اللي كلنا كنا عايشين فيه وبيدخل البيت بقى عايش الشخصيه بجد. لما عمل فاتن امل حربي كان فظيع. كان ولادي بيقولوا دادي انت بتاكل كده ليه؟ لانه كان بيتصرف كسيف الدندراوي في البيت. فهو بيشتغل من المنهج ده للاسف، وده منهج متعب جدا على الممثل. طب ليكي دور كمان في بنتك بنوتك الاموره الطعمه، اميره. امير أميرة أكيد ليها بقى قرار. بصي إحنا عندنا وقت. بصي إحنا عايزين منال طباخة ماهرة. يا حبيبتي النهاردة صح؟ وعندنا مطبخ جديد. أيوه عايزينك تنورينا فيه. هفتتحوا يعني. هفتتحوا يعني. بس في نفس الوقت عايزين نتكلم على 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 أميرة. أوي أوي. أميرة إيه رأيكم؟ نعمل إيه يا عادل؟ نخرج فاصل وهنكمل كلامنا مع يعني احنا مش عايزينها تطبخ قوي، يعني احنا عايزين نتكلم معاها بالمره ناكل يعني. فاحنا هنكمل كلامنا مع منال بعد الفاصل. هي القائده في العيله بنقول اسرار. مين قال لي كده؟ ما فيش حاجة بتستخبى. أنا القائدة في العيلة. طبعًا. دخلنا المطبخ الجديد. إيه رأي حياتك في مطبخنا الجديد بقى، مطبخ السفيرة الجديد؟ إيه رأيك؟ عظمة، جميل. أنا بحب اللون الأبيض بالمناسبة. مطبخي أبيض. وأنا كمان. أنا بحب قوي. كان نفسي أجي أطبخ هنا أنا كمان مطرح. المرة الجاية. هتعمل لنا إيه بقى النهاردة؟ بصوا هعمل لكم مكرونة سهلة جدًا جدًا جدًا، بس للأسف في بطاطي طماطم مكعبات بتتقطع مكعبات مش موجوده، ما جاتش او انا نسيت اقول. تخيل ان احنا مش كاننا عندنا طماطم، بس لان هي روح المكرونه الحقيقه. انت دلوقتي بتحطي ايه؟ بتحطي زيت. هحط، انا شلت دي ما اعرفش ليه. أوكي. انا حطيت زيت اهو. وبعدين الثوم بقى. الثوم. ايوه الثوم. ايه بقى المفروض اول ما ريحته تبان؟ كنت لسه هقول لك ريحته بالظبط. يبقى خلاص استوى بالظبط كده. اول الريحه ما تطلع كده وتفحفح يبقى معناها انه استوى. مش بحمره، مش بيتحمر، مش بياخد لون. لان هو الطعم في الحكايه دي.
لما بياخد لون بيدي طعم تاني خالص. الاساس التحميره. اوكي. وبحط الفلفل. ده بقى فلفل اصفر واخضر واحمر متقطع مكعبات صغيره. ناخد دي بقى عشان الطاسه ما تبوظش. سوري انا عايزه اقول يا هتبوظ لنا الطاسه ولا ما تقلقيش يا هانم، حتى وانا بقلب باخد بالي جدا. هنزود شويه زيت بس معلش. المفروض وانا بعمل ده لحد ما يدبل بشيله واقوم عامله الطماطم والمكعبات. الله بره. بتحطي زيت ايه عادي يعني؟ زيت زيتون عادي جدا. اي زيت حتى لو عباد الشمس. بس انا الحقيقه بطلت كل الزيوت انا كمنال. رغم ان زيت الزيتون غالي جدا. بس هو اصح وافيد. يعني زيت الزيتون، زيت جوز الهند. اي زيوت طبيعيه ابقى ضامنه انها طبيعيه. وبشرتي بتبقى زي اللبنانيات والسوريات اللي بشرتي والاردنيات. زيت وكل الزيتون ده الزيتون. عظيم. حمرناهم شوحنا كده بقى الفلفل بنشوح الأول. لحد ما تدبل شويه مش قوي. أوكي. لان المكرونه بتحب الفلفل ده تقرشي سنه معاه. بس نعمل دي بقى كمان عشان نعمل الفراخ. فبرك على الجريل ولا على طاستين مع بعض؟ الفراخ دي برضو بتبقى فراخ او لحمه. انا افتكرتها لما بصيت كده من بعيد افتكرتها جمبري. لا 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 نستطيع الايام دي. لا لا جمبري ايه. بس انا ملاحظه ان انت مش متبلاها يا منال. مش متبله ايه؟ فراخ. مش محتاجه تتبل دلوقتي. هقول لك ليه. ليه بقى؟ لان الصوصات النار دي ايه مش عالية قوي. ممكن نبدل، ممكن نحط الفان دي هنا ونجيب بالظبط كده طاسة. لان ده مش عايز نار عالية قوي. انا زعلانة ان الطماطم المكعبات مش موجودة. انا اتخيل انها بالطماطم. لانها بتعمل شغل جامد. الفراخ معجون الطماطم ما يفتش. ما احنا كده كده بنحط صلصه على الطماطم. الطماطم المكعبات لما بتتعمل وتتدبل برده كده شويه بتدي طعم مختلف. والكاتشب يا منال انا لا مش هي ها؟ مش من هوات الكاتشب مع الصوص دايما المكرونه. ممكن ممكن. فانت كده بتشوحي الفراخ مع شويه زيت وخلاص. ما انا لسه هنحط صوصات. اوكي. تمام. لا لكن لحد ما تحطي الصوصات عايزه اسالك على اميره. اميره الممثله الجديده دي هي جميله رائعه وفاشينيستا وكل حاجه حلوه بقى على شخصيه. ودرست علم نفس كمان صح؟ اميره بتذاكر في كل حاجه. اميره دارسه ميديا اند برودكشن في امريكا في لوس انجلوس. وبره بيدرسوا انهم يمسكوا المشروع من اوله لاخره. يعني بيعلموهم يكتبوا سيناريو، بيعلموهم مزيكا، بيعلموهم اخراج، مونتاج، تبقى بروديوسر انتاج. بحيث تمسك المشروع تبقى عارفه او ما تشتغل اي عنصر من العناصر. قمر على فكره. قمر قمر تجنن. اي عنصر من العناصر تبقى مسؤوله عنه من الاول. مسؤوله عنه وفاهمه تتعامل مع بقيه العناصر ازاي. دي ميزه التعليم. احنا هنا مثلا في الاكاديميه بندرس بنتخصص من اول سنه. يعني من وانا بقدم في الابلكيشن قسم تمثيل او قسم تصوير او قسم مونتاج. لا بره بيدرسوا كل حاجه اول 3 سنين. كل حاجه. واخر سنه تعمل مشاريع، مشروع تبقى هي المؤلفه، مشروع هي اللي بتمنتج، مشروع هي اللي بتعمل مزيكا، مشروع تخرج. ثم في الاخر تقول انا قررت ابقى مخرجه او مونتيره. اللي هو بتلاقي نفسها في ايه. عارفه يا منال، يعني احنا لما دخلنا الاذاعه وقتنا كان لازم تدرسي كل تفاصيل الفن الاذاعي. بالظبط. نتدرب ده قبل ما نطلع على الميكروفون بالست شهور والثمان شهور. حتى بما فيهم انك تشيلي الشريط من المكتبه بتاعت الشرايط وتدخليه لحد الاستوديو، تبقي عارفه سير العمل كله بالتفاصيل والتنسيق. انا بس ما بيعملوش تدريب. لا مش تدريب زي ده. سوري كنت بودي الشريط معجون الطماطم اهو الايديتنج وبعمل كل حاجه. هو طبعا يا جماعه كان المفروض يبقى فيه طماطم مكعبات تتعمل برضه تتشوح بالثوم لوحدها. ثم في الاخر احط معجون الطماطم. معلش يعني ايه؟
في ناس على فكره ما بتهدمش الطماطم المكعبات فبيشتغلوا بس بالصلصه. لا انا مش من هواه الصلصه قوي، خدي بالك. انا بس الصلصه عشان احنا في البرنامج. انا بستعمل ايدي، معلش ايدي نظيفه. ملح وفلفل فقط بس. منال منال لما اميره سيبنا بقى من الطماطم، خليها هي تشتغل كده وتحكي لنا. منال لما يعني لما اميره قررت انها تدخل مجال التمثيل، وافقتي على طول انت وعادل ولا قلقتوا عليها ولا ايه؟ لا اساسا التمثيل مهنه رائعه جدا وراقيه جدا جدا جدا. انا في الاول كنت رافضه، مش عشان التمثيل لا قدر الله حاجه وحشه، ما انا ممثله وجوزي مخرج ومن عيله فنيه. انا كنت رافضه عشان كنت عايزاها تعيش حياه طبيعيه. انا عانيت من فكره ان انا وولادي معايا صغيرين في البحر مش عارفه استمتع بيهم، قاعده في مطعم كل العيون عليا، مين عايز يتصور فيا؟ مفيش خصوصيه على الاطلاق. زي هي مهنه مجهده كمان، ما هياش هي مهنه شاقه جدا جدا جدا، فيها دلع يعني. هنحط شويه مستارده عشان كده انا ما تبلتش. اوكي عرفت السر بقى. و باربيكيو صوص باربيكيو، يعني مستردة وباربيكيو صوص باربيكيو. ايه تاني؟ صويا صوص بقى، شوية صويا صوص طبعا. حلو قوي. الموضوع هنا بقى مش عايز ملح وفلفل لان الباربيكيو اوريدي متملح، والصويا صوص بيبقى متملح. حلو قوي حلو قوي. ما بتحطيش عليها حته شويه عسل او ممكن شويه عسل ابيض طبعا. بس خدي بالك الباربيكيو بيبقى برضو ايه التست بتاعه مسكر. صح فعلا. لانه العسل ما بيعمل لهاش يعني لما تحطي كميه صغيره ما بيخليهاش سويت اند ساور، يعني هو بس بيكسر السم بتاع الباربيكيو. ولو عندكم عسل احط لكم عسل، ما عنديش اي مشكله خالص. اللي عايز بقى يحط عسل يحط. عسل. وممكن تحطي على فكره جنزبيل جينجر. بصي الطبيخ ده حسب انت ايه التيست اللي انت عايزاه. طب نرجع لاميره كده عشان قلتي بقى درست كل فدرست هي اما قررت في الاول تدرس، قالت لي انا هدرس من تمثيل في نيويورك فيلم اكاديمي. قلت لها على جثتي. عايزاها تروح كاليفورنيا ولا ايه؟ باباها عادل ديمقراطي لابعد الحدود، ودايما يقول لي سيب البنت تجرب اللي هي عايزاه. بصي كمان الوحش الكاسر منال في البيت، الشخصيه القويه. والله انتوا بتطلعوا لي اشاعات. لا 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 حقيقي رايها يعني عارفه مصحصحه قوي لاولادها يعني ما شاء الله عليها. الحمد لله رب العالمين. ايه ده ايه ده ايه ده, إيه ده؟ انت خلاص؟ لا صبرا لسه. ما انا مش دول للتزيين. خمس دقائق بس، ما عندناش غير خمس. عندنا ميه ولا حاجه؟ عندنا بقى ميه؟ مفيش ميه. عايزه ميه؟ حد يجيب لنا ميه، شويه ميه صغننين نشوف كده يعني. مضطره احط ايه؟ اي في اي ميه جنبكم؟ حد يجيب لنا شويه ميه، نقطه ميه يا ولاد. حد يجيب لنا محمد. طيب. فين يجيب لنا نقطه ميه؟ نجيب ميه حالا. شنطتي هنا فيها ميه، هات لي الميه اللي هنا. شفتوا احنا هنجيب الناس؟ هنجيب الدنيا ساقعه حالا بحاجات. هنجيب ميه حالا. فهو فانا قلت لها لا مش هتدرس، عايزه تدرسي تمثيل ادرسي هنا في مصر. انا كان نفسي الحقيقه يبقى عندي دكتور مهندس. ايوه مهندسه. يعني حتى ابني ما قلت له علي ادرس طب، قال لي حرام عليكي اقعد سبع سنين ادرس طب. فقلت له طب، قال لي هجيب لك بلطو ابيض وسماعه وما تمشيش بيها في البيت. امثل لك في البيت. فالحقيقه بوظت كل احلامي. اوكي. فانا بس اضطريت احط شويه ميه علشان النار عاليه شويه ما تنشفش، والمكرونه تاخد وتدي معاها. فحضرتك ريحتها ابتدت تطلع. انك تتكلمي وتطبخي وتعملي الحاجات مع بعض صعب قوي. لا بس انا عايزه اسالك سؤال عشان فضل. السؤال ده يعني اكمل لك دي بس. فقلت لعادل، قلت لها لا وفعلا تلبست، قلت لهم هسيب لكم البيت وامشي. وبعدين هما بقى اتكتلوا عليا. هو باباها اقنعها، لا طيب ادرسي ميديا وبرودكشن تبقي عارفه كل المهنه كلها وتشتغلي خلف الكاميرا. ما تبقيش ماما خايفه عليكي وعايزه تعيشي حياه طبيعيه وما تبقيش مشهوره ولا بلا بلا. ما كانش في ذهني بقى ان السوشيال ميديا اساسا بقت تشهر اي حد. جه قال لي منال البنت واميره عنيده،
اما بتبقى عايزه حاجه بتصمم وبتصمم عليها بتتمسك برايها. فقال لي مش يعني مش عايزه العلاقه تتوتر بينك وبينها فمعلش وافقي عممت السلام في البيت بالظبط كده واضطريت ارضخ وسافرت. وجنب ده هما بيدرسوا في جامعه تمثيل، اخذت كورسات تمثيل كمان. خلاص بقى استسلمت. خصوصا انها ابتدت تشتهر على السوشيال ميديا جدا، هي بدايه شهرتها كانت على السوشيال ميديا اصلا. بالظبط. وانت اشتركتي معاها في السوشيال ميديا مش كده؟ هي كانت بتورطني بقى جايه من بره تقولي مامي تعالي معايا تيك توك وبتاع، اقول لها لا 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 بتكسف. هي جرأتني شويه الحقيقه. طب يلا اعمل لنا سيرفنج بقى عشان هو الساده المشاهدين ده بقى يعني الشكل النهائي بتاع طبعا لو مكعبات الطماطم كمان هتبقى هايله جدا جدا جدا. ده احتياطي يعني لو ما لقيناهاش حلوه قوي هتقول لك اصل ما كانش فيها مكعبات والله طماطم. ولا شكلها يفرح القلب جدا جدا. وبعدين تحطي كده على الوش كده جارنش بقى الله نزوق. عايزه اقول لحضراتكم لاني بقى بتكلم احيانا تشبع قبل انا اسفه في حاجه نسيتها لاني وانا بقى بتكلم هنعمل شويه صوص الفراخ. الفراخ دي لا دي مش هنلحق نعملها بقى عشان وقتنا جري مننا. لكن هنقدر نحط الفراخ اللي انت اتحمرت اتشوحت الفراخ دي نحطها بقى. انا ادوق عايزه ادوق علشان عايزه ادوقي. طب اعمل ايه؟ طيب نحط الفراخ اللي اتحمرت. طب جربي كده. انا هدول بقى بكره ان شاء الله. مين اللي هيقول لنا بكره؟ نورتينا. ميرسي يا حبيبتي. وتوعدينا ان انت تيجي مره الفراخ دي برضو توم وتعملوا الفراخ بالثوم برضو وتحطوها على حالا تحطوها على المكرونه. نورتينا نجمه الجميله من السلامه كانت معانا النهارده في بيت السفيره عزيزه طبخت لنا اكله تجنن. تسلم ايديكي.